يبدأ البناء من الحسابات والخرائط وزمن، ومن ثم يتم اختيار الصاري والذي هو أهم جزء في السفينة. في السفينة التي طولها من 25 إلى 30 مترا يجب أن يكون الصاري قطعة واحدة، ولكن في حالة السفينة الكبيرة ممكن أن يتكون من عدة قطع، وعلى الصاري يتم إيقاف هيكل السفينة، والفجوات بين الأخشاب تملأ بنوع خاص من الخيوط حيث كانت تحصر بين الأخشاب، وبعدها يتم تشفيد السفينة لحمايتها من التعفن ومن الأحياء التي تتغذى على الأخشاب، ولمنع المياه من التسرب داخل السفينة. بالنسبة للسفن الخشبية مهما عملتها ستكون لها شقوق، وهذا شيء طبيعي، وعندما يتم إنزالها في الماء يتم تسرب المياه للداخل، وبعد تفريغ المياه الخشب يبدأ بالانتفاخ وتغلق تلك الشقوق. بالنسبة لسفينة نوح كان من المفروض أن يكتمل بناؤه ما بين 80 إلى 100 سنة، فيما لو اعتمدنا على الكتاب المقدس حيث يقول بناه نوح وأبناؤه الأثنان، علما أن الحساب صعب جدا، ليس فقط حساب فترة البناء بل اختيار المواد، لأنه حسب حساباتي كان يحتاج إلى ما يقارب 500 متر مكعب من الأخشاب لبناء سفينة بحجم سفينة نوح. اختيار الأخشاب وحدها تستغرق من 5 إلى 6 سنوات إن لم تكن أكثر. لندقق في تفاصيل رواية الكتاب المقدس، الله بالتفصيل يصف شكل السفينة ويحدد أبعاده، طوله 300 غانغون، عرضه 50 غانغون، وارتفاعه 30. لكن ماذا يعني غانغون؟ أي وحدة قياس تعادل؟ وأين كانوا يستخدمون هذه الوحدة؟ وحدة القياس هذه كان يعرفها موسيس، وهي الوحدة التي استخدمها فراعنة مصر في بناء الأهرامات. الغانغون المصري يعادل 52.375 سنتيمترا، 300 غانغون يعادل 157 مترا، إذا طول السفينة كانت 157 مترا، وعرضها 26 مترا، وارتفاعها 15.7 متر. هنري موريس بروفيسور فيزيائي، الحسابات أشارت بأن السفينة في حالة انحناء أو أقل من 90 درجة ستعود إلى حالتها الطبيعية. السفينة كانت مثالية للأغراض التي بنيت من أجلها وتقاوم الأمواج والرياح لمدة سنة، لكن هل كان بإمكان نوح من بناء هكذا سفينة ضخمة وقوية بدون تكنولوجيا متطورة؟ لبناء سفينة يجب أن تكون ملم بعلم الهندسة والفيزياء وتكون حرفيا، تحتاج إلى عدد كثيرة، وتعلم كيفية التعامل مع الأخشاب وكيفية حنيها وربطها ببعض، وبصراحة تحتاج إلى معلومات كثيرة جدا. روجر أوكلاند، لو بحثنا بما تم بناؤه من صروخ في الماضي سنلاحظ بأنه كلما ابتعدنا في الزمن للوراء كلما كان ما سنشاهده مدهشا. الأبنية التي بناها القدماء كانت متينة ومتكاملة من الناحية المعمارية، ولديهم حلول فنية، بإمكاننا أن نذهب إلى مصر القديمة ونشاهد الأشياء القديمة. انظر إلى هذه المرأة التي توفت قبل 2100 عام، انظر إلى جسمها، إنها محتفظة بجسمها بشكل متكامل، كلها بفضل معدات وأفكار القدماء. من كل هذا يتبين بأن القدماء كان لديهم التكنولوجيا الكافية بحيث تمكنهم من بناء سفينة بهذا الحجم. أنت مع كل أفراد عائلتك ادخلوا السفينة،
لأني في كل البشرية وجدتك المؤمن الوحيد بي من بين كل الحيوانات النظيفة، تدخل معك 7 أزواج ذكر وأنثى، ومن بين الحيوانات الغير نظيفة تدخل فقط زوج واحد، ومن بين الطيور النظيفة أيضا 7 أزواج، ومن الطيور الغير نظيفة زوج واحد، ليحتفظ الجيل فوق الأرض. بعد 7 أيام سأصب مطرا لمدة 40 يوما وأربعون ليلة، وسأمحي من فوق الأرض كل شيء خلقته. كل ما أمر به الله نفذه نوح. الكثير يسألون فيما إذا كان بالإمكان أن تسع السفينة لكل صنوف الحيوانات. اتضح نعم بالإمكان، مذكور في الكتاب المقدس بأن السفينة تتكون من 3 طوابق، ليكون في السفينة طابق علوي وطابق وسطي وطابق سفلي. كانت الحمولة الإجمالية للسفينة تقريبا 13,960 طنا، التي كانت تعادل 622 شاحنة أو 832 عربة قطار. لنعتبر أن في قطارات النقل الاعتيادية تستوعب 240 خروفا، إذا كان من الإمكان أن تستوعب السفينة 199,680 خروفا. بالنسبة للحيوانات كانت مخصصة أماكن خاصة حسب النوع والعائلة التي تنتمي لها، مثلا فصيلة القطط النمر والأسد تنتميان لها. الحيوانات المتواجدة في السفينة تحتوي على جينات وراثية، بحيث من خلال التكاثر تمكنت من إنتاج الحيوانات المختلفة المتواجدة الآن. الأصناف المختلفة للكلاب كلها نتجت من الكلاب البرية. عدا هذا، كل الحيوانات التي دخلت السفينة كانت فراخ وليست الكبيرة منها، لأنها كانت هي المسؤولة للحفاظ على أصنافها. الفراخ كانت تشغل أماكن أقل من الكبار. اكتشف العلماء بأنه لو حسبنا زوج من كل نوع من الحيوانات، كان المفروض أن تدخل السفينة 35,200 حيوانا، إضافة إلى ما ذكر في الكتاب المقدس 7 أزواج من الحيوانات النظيفة. توجد معارضة حول ما ورد في الكتاب المقدس، ألا وهو 8 أشخاص لا يمكن وحدهم من الاعتناء وتنظيف أقفاص كل تلك الحيوانات. من الواضح في حالات سوء الحالة الجوية يظهر ضعف وخمول عند الحيوانات، فحسب بعض المعطيات الضغط الجوي قبل الفيضان أكثر بمرتين من الآن، ونسبة الأكسجين في الهواء كانت 30%، وكل هذه الظروف تقلل من الأفعال الحيوية للحيوانات وأحيانا تنعدم بشكل مؤقت، ولذلك بالآخر تقل الحاجة للاهتمام بهم. لكن كيف جاءت كل الحيوانات إلى السفينة؟ ذكر في الكتاب المقدس بأنه يجب أن تحمل في السفينة من كل الحيوانات. الكثيرون يستغربون كيف كانت على الحيوانات أن تعلم بأنها يجب أن تأتي إلى السفينة. نحن نعتقد بأنهم بشكل غريزي شعروا بما سيحصل، وليحموا أنفسهم هم بحثوا عن مكان آمن فجاءوا إلى السفينة. هذا ليس غريبا، الكل يعلم بأن الحيوانات دائما تشعر بحصول الكارثة قبل وقوعها. لهذا السبب في قصة فيضان نوح لا يوجد أي شيء من غير تفسير من وجهة نظر العلوم الطبيعية. في حياة نوح بعمر 600 في 27 من الشهر الثاني انفتحت مياه الينابيع والشلالات، وتساقطت الأمطار لمدة 40 يوما و40 ليلة. في ذلك اليوم دخلوا السفينة مع نوح زوجته وأبنائه 3 مع زوجاتهم، ومن ثم رب العالمين غلق الباب من خلفهم. على الكرة الأرضية استمر الفيضان 40 يوما و40 ليلة، بحيث غطت كل الجبال والمرتفعات العالية، مات كل شيء حي فوق الكرة الأرضية، وبقوا فقط نوح ومن كان معه. بقى الماء
لمدة 150 يوما. إن كانت الكرة الأرضية تغطت بالمياه بسبب الأمطار المستمرة لأربعون يوما كان موضوع شك عند الكثيرين، وكانوا على حق. فمن قرأ الكتاب المقدس بعناية يعلم بأن الفيضان لم يستمر لمدة أربعون يوما فقط، بل سنة كاملة. الأمطار كانت في بداية الكارثة، ومن بعدها انشقت العديد من الينابيع وانفتحت شلالات الأرض. لو فسرنا معطيات الكتاب المقدس باللغة العصرية، هناك يتحدث عن العديد من الانفجارات البركانية الهائلة، وبسببها حصل شق بركاني هائل في الأرض اندفعت منه المياه من تحت الأرض. وحسب حسابات العلماء فأن قوة الانفجارات البركانية جعلت الأتربة والرماد والغبار تندفع من الشق بقوة بحيث وصلت إلى ارتفاع 20 كيلو مترا، مما أدت إلى توقف تساقط الأمطار. وبعد توقف تساقط الأمطار استمر ارتفاع منسوب المياه لمدة 5 أشهر. إن المناخ ما قبل طوفان كان مختلف عن المناخ ما بعده، وأن طبقة الغلاف الجوي كان مغطى بطبقة من البخار، مما كان يؤدي إلى تغييرات في حالة المناخ. أن مرور ضوء الشمس من خلال البخار وطبقات الغلاف الجوي كان ينتشر بسرعة متساوية ليصل إلى كل أطراف الكرة الأرضية. الحرارة المنبثقة من الأرض كانت تبقى في محيط الكرة الأرضية، وبمعنى أن السطح الكرة الأرضية كانت بيئة دافئة. الطبقة المائية كانت تقلل الإشعاعات المضرة، وبذلك كانت تطيل أعمار البشر والحيوانات، وبهذا يفسر وجود الديناصورات. في الحقيقة الديناصورات هي زواحف كبيرة، ومن علم الأحياء معلوم بأن الزواحف تستمر بالنمو طيلة حياتها، ولهذا السبب الزواحف بنموها لسنوات طويلة تتحول إلى ديناصورات. بعد أمطار 40 يوما الطبقة المائية فوق الكرة الأرضية اختفت، والأرض تحولت إلى منطقة غير محمية من الإشعاعات المضرة، مما عرض البشرية إلى الشيخوخة. نظرية أخرى مهمة أن أرارات في السابق لم يكن بهذا الارتفاع، لذا المياه الذي كان يحتاج لتغطيته كان أقل مما يحتاجه الآن. أن كارثة الطوفان لم تذكر فقط في الكتاب المقدس، الأساطير الآشورية والسومرية والبابلية وسكنة أمريكا الشمالية والجنوبية والأساطير الأفريقية والآسيوية كلهم يشيرون إلى هذه القصة. الطوفان حدث. الله تذكر نوح، رفع اليابسة وتوقف المطر، وغلقت الشلالات المتدفقة من باب الأرض، انسحبت المياه لغاية الشهر العاشر. اليوم الأول من الشهر الحادي عشر ظهرت قمم الجبال. في 27 من الشهر السابع رست السفينة فوق جبل أرارات. بعد 40 يوما فتح نوح نوافذه، أطلق غرابا، ولكن الغراب لم يعد إليه. ومن ثم أطلق حمامة ليرى فيما إذا انسحبت المياه من الأرض، لكن الحمامة عادت إلى السفينة لأنها لم تجد أرض يابسة. انتظر نوح 7 أيام أخرى وحرر الحمامة. الحمامة عادت إليه في المساء وفي منقارها غصن زيتون. علم نوح بأن المياه انسحبت من الأرض. انتظر نوح 7 أيام أخرى وحرر الحمامة مرة أخرى، لكنها لم تعد إليه. إن قصة طوفان نوح احتمال أكثر القصص المنتشرة في العالم. توجد أساطير مثلها في المكسيك وفي أمريكا الشمالية والجنوبية ومناطق كثيرة من الكرة الأرضية. قصة طوفان محفوظة في 3 كتب دينية مقدسة الأكثر انتشارا، المسيحية والبوذية والإسلام. الأقوام القديمة التي سكنت أمريكا الجنوبية والهنود يستذكرون أحداث الطوفان. قصة الطوفان مذكورة أيضا في كتابهم المقدس.
عندما كان عمر نوح 601 سنة، في الشهر الأول واليوم الأول انسحبت المياه من الأرض. فتح نوح غطاء سفينته وشاهد بأن المياه انسحبت من فوق الأرض. 27 من الشهر الثاني نشف الأرض. قال الله لنوح: اخرجوا من هذه السفينة، أنت وزوجتك وأولادك وزوجات أولادك، وكذلك كل الوحوش التي معك وكل الطيور والزواحف، ليزحفوا على الأرض. تكاثروا وازدادوا على الأرض. قال الله: بعد الآن لا ألعن الأرض بسبب أخطاء البشرية، لأن أفكار البشر منذ الصغر في خدمة الشر. بعد الآن لا أسأل أي كائن حي كيف فعلت هذا. وما زال الأرض موجود فليستمروا بالتكاثر، البرد والحر، الربيع والصيف، النهار والليل. وعندما خرجوا من السفينة، سام، كام وهابيل، منهم بدأت البشرية. رفع الله قوس القزح في السماء وأكد عهده بالألوان السبعة. في 31 من مايو عام 2700، المنظمة الدولية لحماية البيئة نصب فوق جبل أرارات نموذج لسفينة نوح كرمز لحماية البيئة.